وينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني حسن عبده. أستاذ حسن، أهلا وسهلا بك معنا. يعني مراسلتنا تقول منذ قليل، أو دعنا نقول في البداية، أن نتنياهو يتوعد، نتنياهو يقول أن كل الخيارات مفتوحة. مراسلتنا أيضا من رام الله منذ قليل كانت تقول أن ربما هناك مظاهرات للمستوطنين واقتحامات منهم وهجوم سيحدث في هذه الأثناء. ما المتوقع خلال الساعات القادمة؟ يعني أهم متغير في الآونة الأخيرة هو صعود الصهيونية الدينية التي لديها برنامج واضح نحو الحسم، تجاه خطة الحسم التي يسميها هذا الصهيونية الدينية تجاه كامل القدس وتجاه كامل الضفة الغربية، وهي تتضمن تصعيد واضح تجاه الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، تصعيد واضح تجاه المسجد الأقصى ومدينة القدس، التصعيد تجاه الضفة الغربية. وبالتالي من يدفع نحو دوامة العنف والصراع في الضفة الغربية والقدس هو الاحتلال الإسرائيلي والحكومة اليمينية، حكومة المستوطنين اليمينية الحالية. وبالتالي ما يجري عمليا في جنين وفي غيرها من المدن هو ناجم عن مخططات إسرائيلية تدفع للاستيلاء الكامل على الضفة الغربية وضمها. وبالتالي المقاومة التي نشهدها وتتوسع يوما بعد يوم هي تأتي ردا على كل هذه الجرائم وكل هذه الابتزازات، سواء فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى، سواء فيما يتعلق بعمليات الإعدامات الميدانية للشباب والفتية الفلسطينيين في القدس ومدن وقرى الضفة الغربية. وبالتالي الجيش الإسرائيلي شعر بالمهانة بالأمس، حيث فشل تماما الجيش الإسرائيلي وأجهزته الأمنية في جنين، وقدرات المقاومة التي برزت من خلال العبوات التفجيرية الجانبية كتكتيك جديد لأول مرة يحدث في الضفة الغربية. واليوم في عملية جرت شمال رام الله حيث وقع عدد كبير من القتلى، شكلت صدمة للاحتلال الإسرائيلي وجهوده الأمنية. لذلك الاستفزاز الإسرائيلي والرغبة بالتصعيد نحو دوامة العنف والصراع اليوم ترتد على الاحتلال، وهذه هي التي تصعد الأزمة الداخلية والتلاوم الداخلي، حيث لا يوجد حلا عسكريا في الضفة الغربية. ما المختلف في عملية مستوطنة تعيلي تحديدا أستاذ حسن؟ نعم، هذه العملية عملية جريئة وقوية وأوقعت خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، وهي تهدد الأمن الشخصي للمستوطن، بمعنى تخلق بيئة أمنية غير مواتية للتمدد الاستيطاني، بمعنى هي تضرب المشروع الاستيطاني استراتيجيا في العمق. مثل هذه العمليات هي تقضي على أحلام نتنياهو واليمين الفاشي العنصري الذي يريد ابتلاع الضفة الغربية من خلال الاستيطان. الأمن هو الدعامة الرئيسية للاستيطان، عندما يفقد المستوطن أمنه الشخصي فالاستيطان يتراجع. لدينا تجربة تاريخية حيث تم تفكيك المشروع الاستيطاني في غزة الذي كان قائما على ما يقارب 35% من إجمالي مساحة قطاع غزة الضيق، نظرا لأن هذا الاستيطان أصبح بلا مستقبل ولم يستطع أن يؤمن الاحتلال من الناحية الأمنية. لذلك الجوهر العمليات الفدائية التي تجري في الضفة الغربية هي تقضي على أحلام نتنياهو واليمين الفاشي كسموتريتش وبن غفير وغيرهم الذين يريدون ابتلاع الضفة الغربية وتغيير طابع مدينة القدس الفلسطيني والعربي والإسلامي إلى مدينة يهودية. وبالتالي هذا التصدي البطولي لأهلنا في الضفة الغربية يفشل مخطط كبير للاستيطان والذي يتولاه الصهيونية الدينية، والتي هي التي تدفع نحو دوامة العنف والصراع من أجل التطهير العرقي. أنا بشكرك، ومن أجل شكرا جزيلا على هذه المعلومات، وضحت الصورة. الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني حسن عبده، شكرا لك على هذه الرؤية وهذا التحليل.